الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من صوت للبرمجة. درس جديد من سلسلة دروس دلفي. هذه المرة سنرى بعض العبارات التي يجب علينا معرفتها بالنسبة لبرنامج الدلفي. إذن لدينا كلمة برنامج أو بروجرام، هو عبارة عن نصوص وأسطر في لغات البرمجة مثل لغة باسكال. يقوم دلفي ببنائها على شكل برنامج على منصات متعددة. بكود برمجي واحد نستطيع أن نبني ما يعرف ببرنامج أو بروجرام. تطوير البرامج أو Developed Programs هو عبارة عن استعمال لكلمات محجوزة لها معنى محدد في لغة باسكال باستعمال محرر الأكواد دلفي للحصول على برنامج ذات منفعة. هذا ما يعرف بتطوير برامج أو تطوير برامج في منصات أخرى كذلك له نفس الصيغة، هو عبارة عن استعمال لكلمات محجوزة لها معنى محدد في لغة باسكال. وقلنا أن لغة باسكال هي الأساس بالنسبة للدلفي. لدينا كلمة تطبيق أو application، برنامج جاهز للاستخدام على بيئة ويندوز وعدة منصات أخرى. وبرنامج جاهز يعني عندما نبرمج بروجرام أو تطبيق ربما هي نفس المعنى، ولكن البرنامج حينما يكون مثلا على منصة ويندوز نقول له برنامج، وحينما نكون مثلا على منصة الأندرويد نقول له تطبيق. إذن تطبيق، كلمة تطبيق هي عبارة عن برنامج أو برامج جاهزة للاستخدام على بيئة ويندوز أو عدة منصات أخرى. مشروع، كلمة مشروع أو بروجكت هو قاعدة البرنامج أو التطبيق على دلفي. ولعمل تطبيق يجب المرور إجباريا على إنشاء مشروع يتكون من عدة ملفات. إذن وسنرى ذلك لاحقا في الدلفي مما يتكون مشروع دلفي أو بروجكت في الدلفي. لدينا الكود البرمجي أو السورس كود، هو عبارة عن نصوص وأسطر برمجية مدمجة داخل دلفي ضمن عناصر تعرف بمكتبات الدلفي ولها ملف خاص بها. يعني كل عنصر من هذه العناصر موجود في مكتبة الدلفي له ملف خاص به، كذلك سنراه لاحقا. واجهة تطوير البرامج، إذن هو عبارة عن واجهة رسومية تظهر لمستخدم البرنامج دون أن يظهر الكود البرمجي. نحن قمنا ببناء تطبيق أو بناء برنامج بالدلفي، هنا تنفيذه يظهر أو تظهر الواجهة. إذن لنظهر تلك الواجهة نستعمل واجهة تطوير البرامج الموجودة داخل الدلفي، وهي الانترفاس الموجود بالنسبة لواجهة الدلفي. يضع عليه المبرمج يضع عليه ما يريد. إذن النموذج فور هي عبارة عن نماذج نضعها كقاعدة لاحتواء عناصر أخرى، وبعد التنفيذ ستصبح عبارة عن نوافذ أو نافذة. النموذج حين التنفيذ سيصبح عبارة عن نافذة تحتوي عناصر أخرى، وهذه العناصر تسمى بالمكونات. إذن ما معنى المكونات؟ المكونات هي عبارة عن عناصر
توضع على النماذج لتنفيذ مهام معينة، وهي في حد ذاتها كائنات مبرمجة بأكواد عديدة. يعني لما نضع مكون يجب أن نضع في عين الاعتبار بأن ذلك المكون الذي استعملناه ومخصص لعمل طاش محددة أو مهام محددة، فإنه هو في حد ذاته كائن مبرمج بأكواد عديدة، طبعا بالباسكال مادام أننا في الدلفي. إذا وفي هذا النموذج أو في هذا الرسم التوضيحي سنرى البروجكت ماذا يحتوي. إذا البروجكت، لدينا البروجكت يحتوي على بروجرامز، وهذه البروجرامز سورس كود ويذ باسكال. هنا هذه الواجهة المخفية، وهذه الواجهة الظاهرة بعد الكومبيليشن أو ما يعرف بالتنفيذ. إذا بروجكت يحتوي على بروجرامز سورس كود ويذ باسكال، ويحتوي كذلك على يوزر انترفيس. هذا اليوزر انترفيس به فورمز اند كومبوننتس، يعني قلنا مثل ما قلنا سابقا النوافذ ومكونات النوافذ. بعد الكومبيليشن ستصبح ابلكيشن او سوفت وير، يعني يصبح برنامج. application or program in many platforms، يعني سيصبح تطبيق أو برنامج في عدة منصات. والويندوز، يعني الويندوز هذه الفورم ستصبح عبارة عن نوافذ. every window، يعني كل forms، يعني every window represents a form، يعني كل form تصبح window، يعني كل نافذة كانت عبارة عن فور. إذن هذه بعض العبارات التي يمكن أن نراها في برنامج الدلفي أو نواجهها أثناء برمجتنا على الإيديو الخاص بالدلفي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.